ونعتبر هذا القرار خاطئا، ونتمنى من التحالف الدولي عدم الانسحاب في هذا الوقت الراهن من الشمال السوري، ونتمنى أن يبقوا هنا حتى تكون هناك عملية سياسية لحل الأزمة السورية، حتى تكون هناك سوريا جديدة، سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. طبعا مثل ما عم يشوف الشعب كله، مثل ما عم نشوف نحن، انه قوات سوريا الديمقراطيه حررت كثير من المناطق وحمتنا من داعش كثير. فهلا عم نشوف بدير الزور رجعت داعش عم تتحرك وعم تعمل خلايا وعم تبلش من جديد. فهي قصه انه انتهى داعش مو منتهي لسه، ولسه عيون داعش متوجهه لهون. ونحن بهالحاله لما تنسحب امريكا من هون، مجبوره قوات سوريا الديمقراطيه تحمي الحدود. فبهالحالة داعش رح ترجع من ناحية الدير، رح ترجع على المنطقة مرة تانية وكأنه شيئا لم يكن. نحن كسوريين ضد خروج القوات الأمريكية من سوريا. نحن مو مع هالقرار هذا، نحن ضد هالقرار. السبب ترجع داعش مثل ما كانت أولي، وترجع كمان قواتنا من مناطق دير الزور، وتقل قواتنا هونيك ويرجع داعش مثل ما كانت أولي لتحمي حدودها.